الإخوة الأمناء العامين معالي الدكتور عبد الله بن كيران، معالي محمد نبيل بن عبد الله، سيد مولاي محمد الخليفة، الإخوة الأعزاء الحضور، نعم إن هذا الهتاف المغرب وفلسطين شعب واحد لا شعبين استمعت إليه في مظاهرات مليونية في مدينة الرباط، واستمعت إليه في البرلمان المغربي بغرفتيه، وقفوا جميعا يهتفون بهذا الشعار عندما اتخذ ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كان هذا الشعب المغربي العظيم بكل قوى سياسية، بكل أحزابه، بكل أبنائه، بكل ألوانه، وقف مع فلسطين. ودائماً من الرباط كانت القرارات التاريخية التي صدرت لصالح فلسطين صدرت من المغرب. الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، تشكيل منظمة التعاون الإسلامي بعد حريق الأقصى، وكل القرارات المهمة كانت تنبع من المغرب. المغرب بعيد جغرافياً ولكنه قريب من فلسطين بالمشاعر وبالمشاعر الصادقة. المغرب شريك لفلسطين في القدس، المغرب شريك لفلسطين في القدس من خلال حارة المغاربة التي دمرها الاحتلال عشية احتلاله لمدينة القدس عام 67، ظناً منه أنه يريد أن ينهي ويقطع هذه العلاقة، ولكن هذه العلاقة موجودة. أنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني من غزة هاشم ومن القدس ومن كل بقاع الأرض. الشعب الفلسطيني ينظر للمغرب ولموقف المغرب نظرة احترام، ويتطلع لصوتكم، لهذا الصوت العالي، أن يكون عالياً ليصل إلى كل العالم. نريد أن يصل صوت المغرب إلى كل العالم المطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هناك عدوان بشع، هناك تطهير عرقي، هناك مجازر ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدرجة الأولى، وفي كل الوطن المحتل ربما بالدرجة الثانية. أرض غزة كما قلنا سابقاً باللون الأسود من بارود القذائف، قذائف الدمار التي تطلق على الأبرياء من الفلسطينيين، وباللون الأحمر بدماء الشعب الفلسطيني والأبرياء من الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال لم يقف عند محرم واحد من المحرمات، قصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والبيوت الآمنة، لم يترك أحد. هذا الاحتلال يؤمن أن ما لا يمكن حله بالقوة بمزيد من القوة يمكن حله، ويؤمن أيضاً للأسف أنه إذا ارتكب مجزرة حتى يغطي على هذه المجزرة فيواصل ارتكاب المزيد من المجازر حتى ينسى العالم المجزرة الأولى. يا أحرار في كل مكان أوقفوا هذا العدوان، يا أحرار في كل مكان أوقفوا هذا العدوان، ويا أحرار في كل مكان أوقفوا هذا العدوان، يا أحرار في كل مكان، ويا أحرار في كل مكان. Thank you.
يكفينا من الحروب. نعم نعم، يكفينا حروب، يكفينا حروب، وأمريكا عدوة الشعوب. أمريكا هي التي تحتل فلسطين، أمريكا هي التي أعطت الضوء الأخضر، أعطت الضوء الأخضر لهذا العدوان المجرم. دائماً أمريكا منحازة لإسرائيل، ولكن في هذه في هذا العدوان أمريكا شريكة في هذا العدوان. شاهدنا الرئيس الأمريكي جاء مسرعاً إلى إسرائيل وأرسل قبله حاملات الطائرات والغواصات وكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، كل القذائف التي توجه بالليزر أرسلها إلى حدود فلسطين. جاء وزير الدفاع ليكون بغرفة العمليات لإدارة الحرب ضد شعب أعزل، ضد الشعب الفلسطيني. هذه الإدارة هي شريك في قتل الأطفال الفلسطينيين. هذا الشعار صحيح، نحن الفلسطينيين، وأنا أقولها في كل مناسبة، شعب صغير، لم نختر العداء مع أمريكا، لا نريد إعلان الحرب على أمريكا، أمريكا هي من أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني، ليس من اليوم، وإنما منذ اللحظة التي أخذت قيادة العالم كقطب وحيد، هي تدعم هذا الاحتلال، تدعم هذا الكيان بكل أنواع الأسلحة، تدعم بالمال، تحميه بالفيتو الأمريكي. إذن هي من تعطل حتى الحل السياسي في فلسطين، هي تريد أن تدير الأزمة. كنا دائماً نقول أن هذا الكيان منذ القرن الماضي أنه القاعدة الأمريكية المتقدمة في المنطقة، قاعدة الإمبريالية المتقدمة في المنطقة. كنا دائماً نقول شرط الإمبريالية في المنطقة، نقول إن الولاية 51 أو الطفل المدلل. ما شاهدناه بعد 7 أكتوبر أن كل العالم الغربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة جاءوا مسرعين بكل أنواع الأسلحة ضد من؟ ضد شعب أعزل، ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة. المقاومة لا تملك طائرات F-16 ولا F-35، ولا تملك المطارات، ولا تملك الغواصات، نملك الإرادة. الشعب الفلسطيني يملك الإرادة، إرادة الحرية.